السلام عليكم ورحمة الله. انتشرت عندنا في المنطقة العربية من فترة طويلة أجهزة مستوردة من روسيا ومن الصين. الأجهزة دي معنية بتوفير الوقود للسيارات عن طريق قوة المغناطيس أو قوة المجال المغناطيسي. في منها أشكال كتيرة جدا ومتعددة. فكرتها بسيطة جدا جدا، إن أنت بتركبها على خرطوم البنزين قبل المحرك، وعن طريق قوة التجاذب القوية جدا بين المغناطيسات بتاعتها بيحصل مجال مغناطيسي في الداخل. المجال المغناطيسي ده بيغير من التركيبة الكيميائية بتاعت البنزين، فبيخلي الجزيئات بتاعته تتباعد وبيخليها أصغر وبيخليها كثيفة جدا. البنزين في الحالة دي لما بيخش غرفة الحريق بيحسن من الانفجار داخل السيارة، وبالتالي بيحسن من أداء السيارة وبيوفر في البنزين بنسبة توصل لحد 22%. وعلى فكرة ده كلام الكتيب اللي جاي مع الجهاز ده، مش كلامي أنا. بدافع الفضول، ومفيش حاجة تعباني في حياتي غير الفضول، ومفيش حاجة أنا مضيع عليها فلوسي غير الفضول، جبت طقم وقلت أجرب ويا رب يطلع بيوفر، حتى يوفر 10%، بلاش 22. تتخيل النتيجة طلع إيه ولا عمل إيه في العربية؟ خلينا نخوض التجربة مع بعض ونشوف. علشان اضمن ان التجربة هتتم بدقة وحياد، جبت عبوتين بلاستيك، وكل عبوة فيهم فيها 10 لتر بنزين 80، واللترات دي انا معايرها بلتر معملي لضمان الدقة المتناهية. دي الادوات الرئيسية اللي انا هحتاجها علشان اعمل تجربة دقيقة ومحايدة. اولا عبوة بلاستيك حولتها لما يشبه خزان وقود منفصل بعيد عن خزان الوقود بتاع السيارة، بوصلة، انانوميتر لقياس سرعة الرياح، دورق ساعة 2 لتر، 2 خرطوم لتطويل مسارات البنزين، طلمبة بنزين بايظة، ضفيرة، وبعض الادوات البسيطة. وهنا بفكك طلمبة البنزين من العربية، وبفكك خراطيم البنزين والتوصيلات الكهربائية بتاعتها، وبطلع الطلمبة وبصفيها تماما من البنزين، وبعد كده بركب الطلمبة القديمة البايظة بحيث اقفل بيها خزان الوقود في اثناء التجربة. وبعد كده توصيلات البنزين طالع وداخل من وإلى بدأت اوصلها مع التمديدات اللي انا عاملها، واوصلها مع طلمبة البنزين استعدادا لان انا ابدأ اشتغل بيها في العبوة البلاستيك واجرب واشوف. وهبدأ افضي اول 10 لتر، ومن ثقب صغير في الجهة التانية هفضي آخر قطرات بنزين، ونشوف سرعة واتجاه الريح قبل ما نتحرك بالعربية في التجربة الأولى هتكون كام. متوسط من 8 ل 10 كيلومتر في الساعة. ولما نبص على الراية الزرقاء دي ونبص على البوصلة دي هنعرف ان اتجاه الرياح جنوب غربي. وعلشان اطلع خطأ العنصر البشري من طريقة قيادة السيارة لجأت لحل بسيط جدا لكنه فعال ودقيق. عند البكرة بتاعت البوابة هثبت صامولة بحيث تكون مصدر ضغط ثابت وواحد طول التجربتين على دواسة البنزين. ونصفر العداد كده. انا مش دايس على البنزين، لكن مجرد ما هدور العربية هتدور عالية بفعل الصامولة اللي انا حاططها. بعد كده بقى ادي العربية الاول وامشي بيها عادي، والتاني وامشي بيها عادي، وهكذا لحد ما تاخد الخمس غيارات وتاخد سرعتها المرتاحة. دلوقتي تقدر تتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك غرائب السيارات وطرق إصلاحها، بنقدم فيها كل فكرة جديدة وطريفة وهادفة والأهم موفرة في مجال السيارات، ونسعد بانضمامك لنا. وده حاليا الوضع بعد ما قطعت مسافة طويلة. المنظومة اللي أنا عاملها شغالة عادي، أنا مش دايس على حاجة خالص، العربية ماشية بفعل الصامولة اللي أنا مثبتها عند البوابة. نشوف العربية مسجلة متوسط سرعة كام. متوسط حوالي 105 كيلومتر، ودلوقتي هي قطعت 61 كيلو. هفضل ماشي معاها بقى بالوضع ده لحد ما تقطع 100 كيلومتر بالظبط، وبعد كده اقف واحسب انا استهلكت قد ايه. كده العربيه قطعت 100 كيلومتر بالظبط. نبدا بقى نفضي ونحسب البنزين المتبقي. هنعيد التجربة ب10 لتر تانيين.
لكن الفرق هو ان انا هركب 3 اجهزة مجال مغناطيسي على خرطوم البنزين في اقرب مكان ناحية المحرك على حسب توصية كتيب اللي جاي مع اجهزة المجال المغناطيسي. تم تركيب المغناطيسات على خط البنزين في اقرب مكان للمحرك. ونشوف سرعة واتجاه الريح في التجربة الثانية قبل ما نتحرك بالعربية، نشوفها كام. متوسط من 8 ل 10 كيلومتر في الساعة، ولما نبص على الراية الزرقاء ونبص على البوصلة هنعرف ان اتجاه الريح مفهوش تغيير، لا يزال جنوب غربي. ونصفر العداد للمرة الثانية، وبنفس الطريقة وبنفس الآليات هنجرب ونشوف. وعلى نفس الطريق وفي نفس الاتجاه، وبرضو انا مش دايس على اي حاجة. نشوف العربية مسجلة كام. متوسط برضو 105 كيلومتر في الساعة. يعني انا مش دايس على اي حاجة، هي ماشية بفعل الصامولة اللي انا حاططها. اول ما هوصل 100 كيلومتر بالظبط هقف واحسب واشوف هل المغناطيس ده فرق ولا لا. وكده العربية قطعت 100 كيلومتر بالظبط. نبدأ بقى نحسب ونشوف. طبعا خيبة امل ما بعدها خيبة امل، ده بدل ما يوفر في البنزين زود في الاستهلاك بتاع البنزين حوالي 200 مللي زي ما انت شفت في نتيجة التجارب مع الجهاز وبدون الجهاز. وبالتالي كل ما هو نفس الفكرة او نفس المبدأ بتاع الجهاز ده انا ما اعتقدش ان هي صحيحة او دقيقة، وما انصحش حد بيها. وفي الفترة اللي جاية بإذن الله لو في أمر ما أو موضوع ما في مجال السيارات محل جدال وخلاف ولغط بين الناس وعايز تتحقق منه، اكتبوا لي تحت الفيديو ده في التعليقات، وانا تدريجيا في الفترة اللي جاية بإذن الله هبدأ اشتغل على كل الامور محل خلاف وجدال بين الناس علشان نختبرها بشكل دقيق ومحايد ومحترف وناخد فيها قرار قاطع، هل هي بالفعل مفيدة ولا غير مفيدة. مش محتاج اوصيك واقول لك انشر الفيديو، لان انت اكيد لما هتنشره هتوعي غيرك ان هو ما ياخدش نفس التجربة ويخسر فلوس. انا واخد على كده وروح رياضية ومش فارقة معايا، انا عارف ان الفضول ليه تمن، لكن انت دورك انك تشغل الفيديو علشان توعي غيرك. ولو مهتم انك تتابع كل الفيديوهات اللي انا هرفعها في الفترة اللي جاية بإذن الله، بعد ما تضغط على زر الاشتراك في القناة فعل الاشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس علشان يجي لك اشعار بمجرد ما انزل فيديو. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.